فد على إذا حجر الحرب طلعت من بيتي، هذا بيتي تمت فيه حياتي عشت أنا بدي أموت أنا بالضبط. اللي بيطلع من بيت هو من بيت هذا جبان ولا يساوي شيء في حياتي في نظري. هذا أرضي وطني، جدي هان عاش وأبوي عاش وأنا بعيش وابني برضو حيعيش في هذا الوطن. إن شاء الله نتمنى لكم الخير والتوفيق. إيش عمرك يا عم؟ عمري بالضبط مواليد 40. ما شاء الله. الحمد لله صامد في بلدي وفي ديني وفي وطني، والله يكتب لكم السلامة جميع. طب مين كانت أقوى، الحرب ولا الحرب 67؟ 67 أنا حضرت 48 56 67 والحروب الصغيرة هذه وحرب هذا أصعب شرسة حرب شفته في حياتي الحرب هذا، لأنهم جايمين ناس مجرمين ذئاب هدوا البيت قتلوا الأطفال رموا النساء رموا الأطفال، حسب الله وأنت نعم وكيل عليهم. نتمنى لهم إن شاء الله الهزيمة والكسرة بعون الله، والله يذلهم وينتك من الدول العربية اللي ما نصرتنا في هذه القضية. الدول العربية حسب الله وأنت نعم عليهم. أسألك يا حاج، لو دخلت الدبابة لهان إيش دك تعمل؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا بموت موت شهيد. هذا أرض الرباط إلى يوم القيامة يا رجال، قال الرسول صلى الله عليه وسلم. إيش أسيب هذا الوطن؟ أسيب هذا الوطن؟ إن شاء الله إني أنا بموت شهيد في وطني في داري، أفضل ما أكون أروح على المدارس وأروح على أي مكان. إحنا مناش من نوع هذا، أنا مواليد في هذا المكان، مواليد في جبالة، وحيموت وأعيش في جبالة وأموت في جبالة إن شاء الله. نتمنى لكم الخير والتوفيق، سهل الله عليكم، يكتب لكم السلام أنتم جميع الشباب، والله ينصر العرب والمجاهدين، وبقول الله يا رب ينصر المجاهدين وبعثهم بمدد من عندك مثل ما بديت إيه البدر بالملائكة. آمين آمين رب العالمين.